أريد أطلعني عن الوضع الميداني في محاور القتال التي تتواجدون فيها هذا اليوم. ابتداء من محور وادي الربيع مناوشات خفيفة، ثم محور عين زارة كذلك الطريق الرئيسي عين زارة مناوشات خفيفة، ثم تعامل دستور الجو الليبي في هذا المساء مع الميليشيات العدو يعني عند السراحة الحمراء، وكانت ضرب ماكينة موجعة للعدو، يعني لديهم خسائر آليات وأرواح وكثير من الجرحى. كانت يعني مصادفة طائرة التصوير تصور، وفي نفس الأثناء قامت نسو الجو بهذه الضربة الموفقة. ثم نذهب إلى بقية المحاور، محور المطار كذلك بعد أن قام طيران العدو ليلة البارحة باستهداف قواتنا عدة مرات وتراجعت قواتنا ليلة البارحة، اليوم قامت قواتنا برد التمركزات التي أخذت منهم أو تراجعوا منها ليلة البارحة، مع أخذ تمركزات جديده للعدو وتقدم باتجاه المطار. يعني الان بوابه المطار هي في مرمى النيران بين العدو وبين قواتنا. طيب هل سنرى في الايام القادمه على الاقل تقدم في هذه المحاور التي ذكرتها، وادي الربيع عين زارة وايضا محور طريق المطار او محور مطار طرابلس؟ نعم الان هناك تخطيط يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، العملية سوف تكون بإذن الله عملية كبيرة جدا، وسوف نقوم بطرد بشكل العدو بإذن الله من تخوم العاصمة بإذن الله. هذه من الأمان، يعني هناك الأمان يجري التنسيق بين قادة المحاور وبين الغرفة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. يعني أشكرك جزيل الشكر القائد الميداني محمد العريق، كنت معي عبر الهاتف.